احدى السكنات العسكريه يا حرام سابقا. هذا جيب الدولة. هاي المكتب كمان. هاي كم مكتب؟ سابقا. شوف. إلى اللقاء يا كلاب الأسد. نحن قادمون. تمام؟ تمام. فكروا هذا. جايين لعندي. كل يوم بعت لي 10 و 15 واحد وفرجيهم هذا. قلنا العلوية ما يضحك يا ليون ها بدي أقتلكم هذا والله بدي أقتلكم شقوا عنه شقوا إذا عساكروا عم يهربوا أنتوا يوم ساكن شو عم تعملوا عساكروا بيتركوا المواقع وبيهربوا والعكس هو صحيح تحرير الإسلام اسمع تحرير أراضينا المحتلة من عصابات الأسد هو هدف أساسي وموقعه في المقدمة من سلم الأولويات الوطنية يا طائفتنا العلوية من أقوال العرعور من أقوال السيد الشيخ عدنان العرعور شيخ المجاهدين هادي حاطينا بالسكنة عندهم على اساس جيشنا جيش وطني وجيشنا اسمه حماة الديار طلع الجيش بفر مثل الجرزان وما خرجوا يحمي حاله بقى كيف هادون الشباب المساكين الطائفة العلوية اللي شادين ظهرهم فيهم لهادون كل يوم بيغنون حماة الديار ما بعرف شو من الحكي هذا ومن اول بتمنى يطلعوا مظاهرات ضد الرئيس وينشقوا عن هالجيش هذا مشان نعاملهم مثل اخواتنا ان شاء الله هني مثل اخواتنا ان شاء الله والا كل من رفع السلاح وكل من قاوم والله بدنا ندوسه بنعالنا والله على ما نقول شهيد وهاي بداية الجيش تبعنا